في الوقت الحالي هناك لاعبين أصبحوا يسقطون في أرض الملعب بسبب إصابات وأشياء مفاجئة مثل الأزمات القلبية. حدث ذلك في أوروبا، حدث ذلك مثلا على سبيل المثال مع إريكسن طبعا نجم المنتخب الدنماركي، حدث في مصر مؤخرا هذه الحوادث مرة أخرى. ما الإجراءات اللي بيتخذها الاتحاد الأوروبي لتجنب هذه الأمور؟ بدأ زي بدأ تلك إنها مسؤولية الفريق الطبي للاعب في البداية، ويجب أن يتم اتخاذ كافة الاحتياطات وعمل الفحوصات الطبية على اللاعبين قبل المشاركة. فهناك الآلاف من المباريات التي تلعب كل أسبوع، ولكن هذا لا يحدث كثيرا. هذه حوادث عرضية في عالم كرة القدم ووارد أن تحدث، فلا يوجد هناك أسباب ثابتة وراءها، ولا نستطيع أن نتنبأ بها مثل حالة إريكسون. ربما يجب أن يتم عمل الفحوصات الجسدية على جميع اللاعبين جيدا قبل المشاركة في البطولات من البداية، قبل المشاركة في الفرق أيضا من البداية، ولهذا يتم عمل الكشف الطبي على اللاعبين قبل الانضمام إلى الفرق.